الطالب اللي هيكمل في المسار العلمي، علمي علوم بقى يدرس كيمياء واحياء وفيزياء. الدرس بتاع النهارده ده من صلب المواد التاسيسيه والدروس التاسيسيه. ليه؟ لما نيجي نتكلم ونقول ان الماده بتتكون من ايه، بتتركب من ايه، احنا قلنا تعريف الماده هي كل شيء يحيط بالانسان في هذا الكون العظيم. كل شيء بيحيط الانسان يعتبر ماده. شعورك بالفضول، ودي غريزه عند الانسان من وهو طفل صغير، يحب يدعبس كده ويفتش، هو العربيه اللعبه اللي بابا جايبها لي دي مصنوعه من ايه، تركيبها ايه، الكاوتش ده تحتيه ايه وجواه ايه، هو في سواق في العربيه دي ولا مفيش، ويقعد يكسر في اللعبه ويدغدغ فيها. ليه؟ لان الانسان بطبيعته عنده شغف، عنده فضول، عايز يعرف ايه اللي ورا الحيطه دي، ايه اللي في اخر الشارع ده. تمام كده؟ العلماء طبعا فضولهم اكتر من فضول الانسان العادي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا. فالانسان اللي عنده علم عايز يبقى عنده علم اكتر، ولذلك بيبدا يبحث ويتقصى المعلومه. لما نتكلم عن حاجه اسمها تركيب الماده، لازم نعرف ان اي ماده في الدنيا بتتكون من جزيئات. اي ماده في الدنيا بتتكون من حاجه اسمها ايه؟ جزيئات. هذه الجزيئات تتكون من عناصر، هذه العناصر تتكون من ذرات. هذا هو الترتيب المنطقي لتركيب المادة. أي مادة تتكون من جزيئات، وهذه الجزيئات تتكون من عناصر، وهذه العناصر تتكون من ذرات. إذن هل هناك شبه بين المادة وجسم الإنسان؟ تسألني وتقول لي أنا فاكر إن أنا خدت في ابتدائي، درست في المرحلة الابتدائية تركيب جسم الإنسان، خدت الجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي، صح كده؟ بالتفصيل. وفاجأ لما أجي أقول لك وأسألك هو جسم الكائن الحي بيتكون من إيه؟ تقول لي بيتكون من مجموعة من الأجهزة، سيستمز. طيب الأجهزة اللي بتتكون دي بتركب من إيه؟ يقول لي إن الأجهزة بتتركب من أعضاء. طب الأعضاء دي بتتركب من إيه؟ كل عضو من الأعضاء دي بيتكون من أنسجة. طب الأنسجة دي بتتكون من إيه؟ هو عمال يمشي معايا عايز يشوف أصغر حاجة في جسم الكائن الحي إيه هي؟ شوف الفضول، عايز يعرف إيه أصغر جزء في جسم الكائن الحي. طيب وصلنا لحد الأنسجة، الأنسجة دي مما تتكون، مما تتركب. هذه الأنسجة تتركب من مجموعة من الخلايا اللي هي بالإنجليش سيل، سيل يعني خلية، سي إل إل. لذلك اعتبرت الخلية الواحدة اللي موجودة في جسم الكائن الحي وحدة بناء الكائن الحي. طب لو سألتك وقلنا بالمثل ما هي وحدة بناء المادة، تقول لي الذرة. دايما وحدة البناء هي أصغر جزء في البناء. لذلك اعتبرت الخلية وحدة بناء الكائن الحي. كذلك تتكون المادة من وحدات أصغر منها تسمى الجزيئات، والجزيئات تتكون من وحدات أصغر منها تسمى عناصر، والعناصر تتكون من وحدات أصغر منها تسمى ذرات. لكن احنا في هذا الدرس سنتحدث فقط عن جزيئات المادة. ما هو الدليل على أن المادة تتكون من جزيئات؟ أنا قلت لك وأسستك وربيتك على قاعدة مهمة جدا، ليس كل ما يقال لك صحيح، لذلك يجب عليك أن تسأل وتطلب الدليل. أنا قلت لك معلومة إن المادة تتكون من جزيئات، كان واجب عليك تقول لي إيه الدليل؟ المادة تتكون من جزيئات، ما هو الدليل؟ أقول لك تعالى نجري هذا النشاط الذي نثبت فيه ونبرهن فيه لك أن المادة تتكون من جزيئات. طيب واحنا قلنا ان اي نشاط بيمر بكم مرحله، مرحله الخطوات، مرحله الملاحظه، مرحله الاستنتاج، وربما يبقى في مرحله تفسير اذا لزم الامر. تمام كده؟ طيب ما هي الخطوات حتى نثبت ان الماده تتكون من جزيئات؟ اولا نضع كميه مناسبه من العطر في كاس زجاجيه، نجيب كاس زجاجي ونضع فيه كميه من العطر، اي بيرفيوم عندك تفتح الازازه بتاعته وتدلق داخل الكاس كميه من الايه، من هذا العطر، ثم نحسب او نعين كتله هذا الكاس بميزان رقمي، الميزان الحساس، ونطلع رقم كتله هذا الكاس وبداخله ايه، العطر. الخطوه الثانيه نترك هذا الكاس في احد اركان، نترك هذا الكاس في احد اركان الغرفه لفتره من الزمن، ثم ننتقل الى الركن الاخر من الغرفه، نترك الكاس في احد اركان الغرفه لفتره من الوقت ونسيب الاوضه ونطلع بره، ثم نعيد تعيين او حساب كتله هذا الكاس مره اخرى. هنجد ايه؟ سنجد ان الكتله انخفضت، كانت 100 جرام تحولت الى 95 جرام، يعني في 5 جرام اختفوا لمجرد ان انا
وضعت كميه من العطر في كاس زجاجي وحطيتها في احد اركان الغرفه اللي انا بقعد فيها وسبتها ومشيت. رجعت بعد ربع ساعه وزنت ثاني حتى اعين الكتله حتى احسب الكتله مره اخرى، وجدت ان الكتله بعد فتره زمنيه انخفضت الى 95 جرام، كانت 100 جرام انخفضت ل 95 جرام. اذا ماذا تلاحظ؟ الملاحظه انتشار رائحه العطر في جو الغرفه وانخفاض او قله كتله الكاس، صح كده؟ كانت 100 بقت 95. وبرضه وانا دخلت لما دخلت الاوضه شميت ريحه جميله كده في الغرفه. ايه تفسيرك بقى للكلام ده؟ تفسره بايه؟ تجزأت ماده العطر الى دقائق صغيره. هو مش العطر ده كان سائل؟ ركز بقى، ماده العطر دي تجزأت الى دقائق صغيره جدا اللي هي الجزيئات، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمايكروسكوب. الجزيئات دي أنا ما بقدرش أشوفها بعيني، تمام؟ ولا حتى بالمايكروسكوب. تنتشر هذه الدقائق الصغيرة من العطر في جو الغرفة، ومع ذلك تحتفظ بخواص العطر. إيه هي خواص العطر؟ إن هو بيتطاير، إن هو له رائحة نفاذة. ماذا تستنتج بقى من القصة دي كلها؟ أن المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى الجزيئات، لذلك فإن الجزيء هو وحدة بناء المادة. الجزيء هو وحدة بناء المادة. أول تعريف معانا في الدرس تعريف الجزيء. تعريف الجزيء ده مستمر معاك إلى ما لا نهاية. يعني تعريف الجزيء وأنا في إعدادي هو هو تعريف الجزيء وأنا في ثانوي هو هو تعريف الجزيء وأنا في الكلية. ليه؟ لذلك بقول هي مرحلة تأسيسية خطيرة جدا. الجزيء أصغر جزء من المادة. بس كده؟ لو قلت أصغر جزء من المادة وسكت أبقى غلطان، لأن في أصغر منها وفي أصغر منها. العناصر والذرات أصغر من الجزيئات. يبقى لازم أكمل بعد ما أقول أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. تتضح فيه إيه؟ تتضح فيه إيه؟ خواص المادة. العطر لما حطيناه في جنب من جوانب الغرفة اللي أنا قاعد فيها وسبتها ومشيت، رجعت تاني الغرفة شميت ريحة العطر رغم إن العطر موجود على الأرض، شميتها في الأوضة. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في جزيئات انفصلت من السائل وتطيرت في الهواء وانا شمتها، ونفس الجزيئات دي تحمل خواص العطر اللي موجود في الكأس، لذلك انا شميت الريح. اذا الجزيء هو اصغر جزء من المادة يمكن ان يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة. ارجو تسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة. اذا كان في حاجة مش واضحة قدامك ما تستناش واسألني فورا، ان شاء الله جاوبك على طول، سواء تسألني هنا تحت الفيديو او تسألني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو. كان معكم مستر محمد الصادق.